ونصل الآن إلى فقرة الاقتصاد وترافقنا فيها كالعادة الزميلة فاتحة أوعلي. فاتحة صباح الخير. صباح الخير عبد الله. إذن يبدو أن غالبية الروس الذين زاروا المغرب عبروا عن ارتياحهم لمقامهم عندنا بحسب مرصد السياحة. 96% من هؤلاء السياح الروس راضون ويعبرون عن تقييم إيجابي لفترة إقامتهم بالمغرب حسب تقرير لمرصد السياحة، ويرجع هذا الأمر إلى عوامل عدة أهمها جودة وتنوع العرض الترفيهي والتنشيطي. وحسب التقرير يمثل المناخ الدافع الأساسي الذي يحفز السياح الروس على اختيار المغرب كوجهة للسفر. وأفاد المرصد كذلك بأن حوالي 34% من السياح الروس يزورون المآثر والمتاحف خلال إقامتهم بالمغرب، في حين يختار 23% القيام بجولات، أما 20% فيحبذون الأنشطة المرتبطة بالاصطياف. وتظل مدينة أكادير الوجهة المفضلة بالنسبة للسياح الروس بنسبة 72% من مجموعة الليالي التي قضوها بالمغرب. وجهتنا الآن مراكش التي تتواصل بها أشغال المنتدى الدولي الثالث حول السياسات العمومية. نعم، على مدى يومين تحتضن المدينة الحمراء أشغال هذا المنتدى الذي تنظمه وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية حول موضوع تعزيز النمو من خلال سياسات ومؤسسات دامجة لسوق الشغل. ويرمي هذا المنتدى تقديم ومناقشة التجارب المتعلقة بالسياسات الماكرو اقتصادية وسياسات التشغيل. ويشارك في أشغال هذا الملتقى أكثر من 200 متدخل يمثلون وزارات وهيئات التشغيل لعدد من البلدان، بالإضافة إلى الهيئات الدولية العاملة في مجال التشغيل والتنمية كالبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. الوجهة الآن فاتحة أبو ظبي، حيث ينعقد المنتدى أو ملتقى أسواق المال الذي يناقش تحديات الاقتصاد العالمي في هذا الوقت. نعم، وفي دورته الثامنة انطلقت فعاليات هذا الملتقى، ملتقى أسواق المال العالمية الذي ينظمه بنك أبو ظبي الوطني، بهدف مناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي من وجهة نظر الجهات الرقابية ومديري الأصول والصناديق السيادية وكذلك المصرفيين والسياسيين. ويستضيف الملتقى في دورته الثامنة نخبة من المتحدثين، من بينهم توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ووزير مالية اليونان السابق، إلى جانب مشاركة أبرز الشخصيات القيادية الإماراتية. وسيتناول الملتقى المواضيع المتعلقة بالطاقات المتجددة والصناديق السيادية، أزمة الديون الأوروبية، وكذلك تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على باقي اقتصادات دول العالم. نبقى في مسألة الاقتصاد أو تباطؤ الاقتصاد الصيني، ورغم كل ما يقال الاقتصاد الصيني يعني بخير، شركة إيرباص الآن عاقدة العزم على مواصلة استثمارها في هذا البلد. نعم عبد الله، شركة إيرباص وهي أكبر مصنع أوروبي للطائرات منهمكة في بناء منشأة جديدة لتسليم الطائرات في الصين، ما يعقد مهمة بوينغ الأمريكية ويجعلها صعبة في الحصول على حصة أكبر في سوق الطائرات العالمية. الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص أكد أنه لا يرى أي تأثير خطير لتباطؤ الاقتصاد الصيني على سوق الطائرات العالمية. وتتوقع إيرباص أن تحتاج الصين ما لا يقل عن 5400 طائرة جديدة خلال 20 عاما، ولهذا تنوي الشركة زيادة رهاناتها على مستوى الصين مستقبلا، وتدرس إمكانية زيادة معدل الإنتاج وإنشاء مصنع آخر لتجميع طائرات A320. بالحديث دائما فاتحة عن مجال الطيران، شركة تركيش إيرلاين تحقق أرباحا قياسية خلال 2015. والتأكيد جاء على لسان رئيس مجلس إدارة الشركة الذي صرح أن الخطوط الجوية التركية عززت مكانتها بين أكثر شركات الطيران العالمية التي حققت أرباحا مثالية خلال عام 2015، والذي وصفه بالصعب بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية والتقلبات الشديدة في العملات. وتتوقع
الشركة تحقيق مزيد من النمو في 2016، حيث تتوقع أن تنقل أكثر من 72 مليون راكب إلى وجهات متعددة. وأعلنت الشركة أنها حققت أرباحا صافية بلغت أزيد من مليار دولار خلال عام 2015، أي بزيادة نسبتها 26.5% عن أرباحها في 2014 التي بلغت 845 مليون دولار. نختم جولتنا فاتحة من القارة السمراء، وهذا الخبر من نيجيريا، حيث تعتزم قبيلتان رفع دعوى قضائية ضد شركة شيل العملاقة. تماما عبد الله، والسبب وجيه جدا، تسرب نفطي في دلتا النيجر، وتطالب القبيلتان بتعويضات من شركة شيل وبإزالة البقع النفطية من أراضيهما. ويقول المدعون إن حوادث التسرب النفطي منذ عام 1989 جعلتهم يفقدون مياه الشرب النظيفة ويعانون من تلوث مزارعهم وأنهارهم. ومن المقرر عقد أول جلسة للنظر في القضية اليوم، وقالت شيل إنها لا تزال في مرحلة أولية من مراجعة هذه المزاعم، وأنه يجب النظر في هذه القضية في نيجيريا وليس في لندن. نعم، شكرا جزيلا لك فاتحة أعلي، سنعود بمزيد من الأخبار الاقتصادية في مواعيدنا القادمة.